دكتور مصطفى، احنا النهاردة بنتكلم عن الركود، شفنا صوت الناس، شفنا أوجاع الناس، شفنا مطالبات الناس. هذا الركود اللي بتتعرض له مصر النهاردة في هذا المجال أو في هذا القطاع، قطاع السياحة، مدى تأثيره على الاقتصاد المصري؟ هو الاقتصاد المصري يا أستاذ حسام قايم على روافد أربعة هم العناصر الأساسية اللي بتجيب نقد أجنبي لمصر. نعم. أول شيء سواء الصادرات، والصادرات دي لها أقسام، جزء منها اللي هو الخدمات اللي هي السياحة. السياحة وقناة السويس والبترول والمصريين العاملين بالخارج، دولت الأربع عناصر الأساسية اللي بيدخلوا للبلد نقد أجنبي. نعم. لما يكون عندك نقد أجنبي معناها إن الأجانب بتطلب الجنيه المصري، معناها ان الجنيه المصري قيمته مش هتنزل. لما يحصل عندك ركود في السياحه معناها ان عوائد اللي جايه للسياحه هتقل، معناها ببساطه جدا جدا الدولارات اللي موجوده في السوق بتقل، معناها ببساطه جدا جدا ان الطلب على الدولار في مصر هيزيد، او عرض الجنيه المصري هيكون الطلب على الجنيه المصري هيكون قليل، مش هيبقى كبير. لما يكون عندك سياح يقوم مباشره يضغط على الجنيه يخلي الجنيه ينخفض. والنقطة الثانية بقى دي الأثر الأولاني اللي هو قيمة العملة بتاع البلد. النقطة الثانية إذا عندك شريحة لا تقل عن من 2 ل 3 مليون نسمة بيعملوا في قطاع السياحة، لو ضربتهم في حجم الأسر اللي هم بيعلوهم، إن متوسط أفراد الأسرة في مصر تقريبا 5 أفراد، يبقى أنت بتتكلم عن 15 مليون مصري دخولهم أصبحت يا إما متدنية يا إما انقطعت خالص، يا إما هو فكر أنه يعمل في مجال آخر غير السياحة. نعم. فإذا السياحة تعتبر عنصر أساسي لتوليد الدخل في مصر. طيب. لكن الاقتصاديين بتقول عليها أن ده يعتبر دخل ريعي، ده دخل هامشي لأنك أنت ما بتنتجش، ده دخل ناتج عن خدمة أنت بتقدمها نتيجة مزايا موجودة عندك، أنت ما أنتش حتى قادر تعظم العوائد اللي جالك من السياحة مقارنة ببلد زي تركيا. تركيا المعالم السياحية اللي فيها أقل كثير جدا من مصر. أيوة. بس في السنة 30 مليار دولار مقارنة إحنا أقصى ما وصلنا له في عهد حسن مبارك كنا وصلنا ل 12 مليار دولار من السياحة، إلى أن إحنا بتتكلم 2.5-3 مليار دولار في السنة. فتركيا طيب. 10 دكتور مصطفى، يعني حضرتك كم تشكل هذه النسبة من الموازنة المصرية؟ يعني لو حبينا نقول أن السياحة بتأثر قد ايه على الموازنة المصرية قبل الثورة وبعد الثورة او حتى اليوم، ايه الفرق بين ده وده في الارقام؟ هو احنا بنحسبها السياحة على انها انتاج. نعم. يعني احنا الاقتصاديين لما بيجي يحسبوا انتاج اي بلد بيجمع اللي انتجوه، مثلا انتجوا مثلا اسمنت، انتجوا قمح، انتجوا ذرة، انتجوا سياحة. لما انت بيجي له سياحة عندك دي بنعتبرها خدمة. نعم. وتضاف حجم الانتاج بتاعنا في مصر. لما انت قبل الثورة زي ما انا قلت لحضرتك كان 12 مليار، دلوقتي نسبتها 2 مليار، يعني انت قبل الثورة كانت 6 أضعاف المساهمة بتاعتك الآن في حجم الناتج القومي، الناتج المحلي الإجمالي اللي هو الجي دي بي. فالمساهمة السياحة الآن قلت نتيجة الظروف اللي زي ما حضرتك بتتابع الظروف السياسية اللي بتمر بها الاقتصاد في مصر. للأسف الشديد ما فيش استقرار أمني يكفي للسائح الاجنبي انه يجي، وانت شفت حضرتك احنا مرينا قد ايه علشان الروس يسمحوا لطائراتها او للسياح الروس يرجعوا. صحيح. مره اخرى. صحيح. الى مصر.